وفق التاريخ والقرآن وعلى وفق قاعدة عندما غاب موسى قال اخلفني في قومي وأصلح لهارون، وعلى قاعدة أنه لا بد من وجود ولاية وقيادة شرعية في كل زمن، وعلى قاعدة أنه إذا غاب عيسى فإنه لا بد من وجود أوصياء عيسى حتى بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى قاعدة أنه لا بد للناس من أمير، وعلى قاعدة لا تخلو الأرض من حجة، وعلى قاعدة البداهة والفطرة وسيرة العقلاء والعقل أنه إذا غاب المدير فلا بد من مدير ونائب حاضر، نقول أن الاختبار الأكبر في زمن الغيبة الكبرى هو نائب الإمام عليه السلام. هذا هو مركز الغربال، مركز الامتحان في زمن الغيبة الكبرى، غيبة إمام زماننا بقية الله الأعظم، هو نائبه بالحق.